اهلا بيكم في فقرتنا الاخيره النهارده، وحوار اكيد هيكون حوار ممتع، واكيد حوار النهارده اول مره يشرفنا نجمنا الكبير كابتن اسكندر بن زايد، لاعب النادي الافريقي السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي ونجم منتخب التونسي الشقيق. كابتن اسكندر منورنا ومشرفنا. شكرا، الله يخليك، منور بيك. خلينا نخرج لتقرير وترجعوا لنا مره ثانيه عن كابتن اسكندر بن زايد، ومستنيينكم مره ثانيه. نجح مسؤول الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بقيادة عمر شوقي رئيس الجهاز في الحصول على خدمات اسكندر زايد لاعب المنتخب التونسي الأول ونجم نادي الإفريقي التونسي بداية من مطلع فبراير الجاري لمدة 3 سنوات، ذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الماضي، وتوج بها منتخب الفراعنة بعد الفوز على منتخب نسور قرطاج بنتيجة 27-23. اسكندر زايد من مواليد 23 من إبريل عام 1997 بمدينة بني خيار التونسية، استطاع خطف الأضواء نحوه منذ بدايته، يلعب في مركز الظهير الأيسر، يجيد تصويب من خارج منطقة 9 أمتار، كما أنه أحد أمهر اللاعبين في اختراقات حصون ودفاعات الخصوم. اسكندر زايد هو أحد أميز اللاعبين الصاعدين على المستوى التونسي، حيث توج بلقب هداف بطولة العالم للشباب عام 2017 التي حصد فيها منتخب بلاده المركز السابع، كما قاد التوانسة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية رقم 23 التي أقيمت منذ عامين في الجابون على حساب منتخبنا الوطني، كما قاد منتخب بلاده لحصد وصافة دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة التي أقيمت بمدينة تاراغونا عام 2018. على صعيد الأندية التي لعب لها اسكندر زايد، فاز مع النجم الساحلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، كما حصل مع نادي العرب القطري على بطولة آسيا للأندية الأبطال، وأخيرا حصد هداف بطولة العالم للأندية مع نادي مضر السعودي في البطولة التي أقيمت بالسعودية صيف العام الماضي. يسعى النادي الأهلي بعد التعاقد مع اللاعب التونسي للفوز بالبطولات المقبلة والعودة من جديد للسيطرة على منصات التتويج المحلية والإفريقية. زي ما شفنا في التقرير قدامنا نجم كبير ما شاء الله عليه، هداف بطولة العالم وهداف كمان السوبر جروب، وكمان إن شاء الله هيكون هداف النادي الأهلي. خلينا بقى نخش في تفاصيل كثيرة مع كابتن اسكندر بن زايد المحترف في النادي الأهلي اللي لسه مقيد لسه من خلال 4-5 أيام سابقة. كابتن اسكندر منورنا، الله يخليك. وفعلا عايزين بقى نخش في كواليس كثيرة قبل ما التعاقدات وبتاع، ليه اشمعنى اخترت كرة اليد؟ والله أنا اخترت كرة اليد يعني حب يعني كبير كرة يد من الصغرى يعني احنا في تونس يعني اللعبة الشعبية الأولى هي الفوتبول، بس الهاندبول عندها ناس كتير يعني بتحبها في تونس، واحنا بالنسبة يعني هي اللعبة الشعبية الأولى، حتى لو الإعلام يعني مش واخدها يعني بصفة رسمية، بس احنا يعني اللعيبة بالنسبة لنا الهاندبول هو الأول في تونس. في حب بين الجماهير التونسية مع فريق كرة اليد أو لعيبة كرة اليد بصفة خاصة جدا في تونس. صح، احنا في تونس يعني بنحب كتير الهاندبول أكتر من الفوتبول، بس هو الفوتبول يعني واخذ إعلام كده ومكبر يعني شغله، بس احنا الهاندبول دايما هو اللي منور التوانسة، هو أكيد. اللي هو مخلينا يعني الفوق. دي حقيقة. المفروض يعني إن شاء الله يشوفونا يعني كده ويهتموا بينا شوية يعني. بدأت من بني خيار في كرة يد. صح. وبعد كده بدأت تتدرج لغايه ما اتنقلت للافريقي. صح، انا ابتديت في الاول يعني من الاصناف الشبيه، يمكن ملي عمري 8 سنوات اعتقد ولا كده، من المدارس يعني مدارس. وبعدين خدوك من المدرسه ولا انت اللي رحت الملعب على طول؟ والله لما كنت صغير يعني كانوا يختاروا اللعيبه الطويل شويه يعني كنت طويل شويه يعني في كده في عالي كده والناس عالي كده بالظبط وناس قصيره كانوا واخدين يعني كده اللعيبه طويل، بعدين يختاروا يعني شويه شويه يعني لما تكبر شويه يصيروا يعني يختاروا اللعيبه الاحسن يعني اللي عندهم موهبه كده. تمام. وكان يعني في شغل يعني مدربين حلو يعني في مدرب يعني انا نحبه كتير يعني تونسي. مين هو؟ فيصل المكثري.
هو ده المدرب، المدرب الاول اللي كان يعني كان يدفعني دايما للتمارين، وكان اللي اكتشف اسكندر بن زيد. صح، هو اللي اكتشفني اعتقد. بعدين في كتير مدربين يعني، في مثل اسلحة عمارة، وفي يعني عشان انا مش عاوز انسى اي اسم يعني عشان ما يزعلش مني بعدين، في يعني وائل بوتيتي وحازم، هما كله يعني كده المدربين اللي. مين اللي تاثرت بيه في حياتك في كرة اليد كمدرب بصراحة؟ اسلحة عمارة. صح، هو ده اللي غير المجرى، هو يعني المدرب اللي حببنا اكثر في كره اليد. هو صح، المدرب اللي كان يعني دايما يجري ورانا عشان نروح تمارين، عشان كده نخش يعني جوه اللعبه اكثر يعني كده، وحببنا في اللعبه اكثر. لما تقرا التاريخ في تونس تحس ان بني خيار هي معقل من معاقل كره اليد في تونس، هي اللي بتطلع لتونس لعيبه. اكيد يعني بني خيار مدرسه كبيره في كره اليد في تونس، طلعت يعني كتير لعيبه مثل صبحي سعيد، مروان مجايز، محمد سوسي، مروان سوسي، وفي كتير لعيبه اخرين يعني تلعب تونس مثل رامي ستي برضه يلعب في الافريقي دلوقتي، وفي كتير يعني كتير لعيبه. كتير لعيبه، هي مدرسه حلوه يعني. طب خلينا نجري ونشوف، مش هقول لك اول يوم دخلت فينا، لكن الكواليس بقى يعني بدا تعاقد ازاي، الكلام حصل ازاي، اتكلمت مع مين، مين بدا معاك الكلام، عايزين نقول للجمهور ايه اللي حصل بالظبط في هذا الموضوع. والله الحمد لله يعني صارت الامور يعني بسلاسه كده مع الاهلي يعني، ما يعني خشينا في الموضوع بدري يعني، ما صارش فيه ولا اي يعني مشاكل ولا اي شيء. كنا يعني من الاول تحدث معي اسلام حسن في الصيف، كان مكلمني شوي ويعني قلت له انا عاوز اجي يعني الاهلي، لو يتفقوا يعني مع المسؤولين الافريقي اوكي كله يصير تمام كويس. بس بعدين انطفى شويه كده الموضوع عشان الافريقي كانوا عاوزين يبقى يعني معاهم كده، تكمل معاهم، نكمل معاهم صح كويس. الموسم بس في كتير مشاكل في الافريقي يعني، بتعدي يعني بامور خاصه ماليه، امور صعبه جدا بالنادي وهو يعني محتاج فلوس كان. بعدين يعني عاود كلمني يعني في الكابتن عمر شوقي، خلصنا الامور بس في اسبوعين، بس اسبوعين كان كده امور سريعه جدا يعني. الموضوع ما وقفش بصراحه، ما وقفش في ولا نقطه، ولا كان الموضوع كله على طول بيجي؟ ما وقفش ولا اي نقطه. كان يعني مكلم مسؤولين النادي، اتفقوا على الفلوس واتفقوا على كل شيء، وتممنا الامور يعني بس في 3-4 ايام بس. كان اجى لتونس يعني في يومين بس. يومين؟ في يومين بس. مضيت وخلصت. مضيت وخلصت بدون اي رجعه يعني. اخذت رقم 77 او بتلعب ب 77 صح كده؟ والله ده رقم حظ يعني كده، كنت جربته يعني في بطوله العالم، كنت العب رقم 7 بس في لاعب يعني هذا كان في لاعب برضه ثاني يلعب برقم 7، اعطيته رقم 7 وخذيت رقم 77، قلت له اوكي. ومن الحظ يعني سجلت بطوله العالم دي في الجزائر 2017، كانت بطوله العالم الشباب، سجلت 76 هدف اقل. طب يعني اقل جول يا كابتن. لسه جول بس. يعني لسه جول بس، ما شاء الله هداف بطوله العالم وكمان هداف السوبر جلوب، يعني ما شاء الله مولود هداف الحمد لله. ان هي لكابتن اسكندر اللي شايف اللي هي بطوله العالم الشباب ولا السوبر جلوب الاقرب لنفسه يعني؟ والله البطولتين يعني كانوا حلوين يعني، سواء مع المنتخب ولا مع المظهر، بس مع المنتخب دايما احلى يعني، لما تشرف يعني بلادك كده واسم بلادك يطلع لفوق يعني تكون حاجه حلوه يعني. بصراحة شديدة أكيد في مباريات عدت على كابتن اسكندر، مباريات قوية جدا في تاريخ، إيه المباراة اللي أنت مش قادر تنساها لغاية وقتنا هذا؟ والله في مباريات كتير، يمكن أحلى مباريات بالنسبة لي كانت مع فريق الأم يعني بني خيار. كانت مباريات حلوة، كنا نلعب، هو فريق يعني صغير كده، كنا نلعب على تفادي النزول. بس يعني كملنا يمكن آخر 5 مباريات، لو نخسر مباراة واحدة نرجع للقسم الثاني. بس فزنا في المباريات كلها، وكانت يعني اخر مباراه ليا مع الفريق ده كانت ما بنساهاش يعني. ما تنساهاش؟ كانت يعني مباراه حلوه كتير. طب انا مش ناسي مقابله ممكن اقولها لك؟ في الجابون منتخب تونس كسب منتخب مصر. صح. وكان منتخب تونس ما شاء الله عليه فعلا كان يستحق المكسب. مباراه عملت مباراه قويه جدا، او منتخب التونسي عمل مباراه قويه، مش ناسي المباراه دي؟ المباراه دي كانت مباراه حلوه، بس احنا المنتخب التونسي ما كناش نلعب يعني بس اللعيبه هي اللي تشيل. كنا كل الفرقه هي اللي بتشيل يعني. صحيح. ده اللي كسبنا به يعني مباراه الجابون. في الجابون ما كانش يعني في لعيبه كده هي اللي شالت الفرقه. في يعني في لعيبه، كل لاعب يعني سجل 3-4 اجوال وراح وكسبنا يعني. كان في روح جماعيه. صح. في المنتخب التونسي في الجابون. صح. بطوله تونس مصر قدرت
تفوز على تونس، لان هم من الاخر مصر وتونس هم اكبر بلدين في افريقيا ما شاء الله عليهم، الاثنين فعلا عندهم نجوم كبار في كره اليد، وكانت مباراه قويه جدا داخل صاله رادس و14 15000 متفرج. شفت المباراه دي ازاي بصراحه شديد؟ والله بصراحه المباراه دي كانت مباراه صعبه شويه علينا، عشان احنا كان علينا الضغط اضافي طبعا، عشان في ميداننا وامام جماهيرنا. بس المنتخب المصري اللي عجبني فيه كان قاري يعني المباراه كويس، كان درسنا كويس، كان دارس كل لاعب يعني نقطه قوته ونقطه ضعفه، وكان مركز عليه كويس، وراح يعني اخذ المباراه يعني بهداوه وكده، وكان عارف يعني اللعيبه بتاعته كانوا يعني في يومهم يعني يوم المباراه، كانوا يعني واخدين الامور شويه شويه، واخذوا اللقاء يعني للاخر وكسبوا يعني. مبروك يعني. مبروك اكيد، واكيد مبروك للتوانسه، واكيد اشقائنا التوانسه احنا بنقول لهم اكيد هارد لك، لان فعلا في قوة كرة اليد في افريقيا مصر وتونس، تونس بعشر القاب، مصر بسبع القاب، لكن يظل الصراع او المنتخبين الاكبر في افريقيا هم مصر وتونس. اكيد كل المنتخبات الطيبة ليهم باذن الله في المرحلة اللي جاية، نتأهلوا برضو لطوكيو عن طريق التصفيات الاولمبية، وبنبارك لمصر لتأهلها لطوكيو 2020. هنسيب المنتخبات ونروح لانتقال كابتن اسكندر بن زايد ودخول اول يوم الى النادي الاهلي. قول لي كده، احكي لي، وصلت مصر ايه اللي حصل؟ يعني ادينا تفاصيل بقى. والله اول يوم مصر يعني مفاجاه بالنسبه لي. يعني اول ما نزلت من المطار جاني كابتن عمر شوقي اخذني للبيت، قعدنا شويه، كان مكلمني قال لي انه في لاعب، يعني في لاعب عنده زفاف حفل خطوبه. رحنا يعني جيت من المطار على حفل زفاف. المطار على حفل زفاف. اول يوم ليا في مصر ده يعني ما كنتش يعني اتخيل صح، كنا تعبانين شويه، رحنا دايركت لزفاف، بس كان يعني حفله حلو، وكان كل اللعيبه هناك. يعني قابلت اللعيبه لاول مره في حفل الزفاف ده، قابلتهم. ده حاجه جميله جدا بصراحه. والله صح، والله حاجه جميله جدا. ان شاء الله بعدين نفرحك زي كده يعني في الالقاب ان شاء الله. اكيد. ودخولك بقى النادي الاهلي، لما رحت النادي الاهلي ده تاني يوم على طول رحت مع كابتن عمر. احنا لسه ما رحتش النادي، عشان عشان الملعب اللي في النادي هو فيه يعني يغيروا في الارضيه وفي اشغال في النادي. بالظبط. مررنا في نادي الشرطه ونادي النصر. كويس. لما رحت بقى برضو الاستقبال بتاع الفريق، حكايات اكيد بينك وبينهم كلام كتير مع كل اكيد يعني الأهلي. انا بالنسبه للعيبه يعني عارفهم يعني شويه، بعرف النادي الاهلي عشان لعبنا في بطوله افريقيا اللي فاتت. كنا بنلعب مع بعض يعني. معظم اللعيبه بعرفهم، خاصه عصام طيار ويوسف معرف برضو التونسي اللي معايا، وفي يعني حته لعيبه كده بعرفهم يعني شويه من نفس الجيل، ويعني مش صعبه يعني الاجواء هنا، الاجواء التونسيه والمصريه متقاربين كتير يعني. يوسف معرف سهل عليك المعرفه وسهل عليك حاجات كتيره في مصر. صح طبعا، هو يعني عنده سنه ونص هنا في مصر عايش، وكان عارف يعني كل اللعيبه هنا، لعب معاهم. هو يعني مسهل لي الامور يعني، من السكن، من الاكل، من كل شيء، نروح المطعم، نروح المقهى، نروح اي شيء يعني. كل شيء سهل. كل شيء سهل. يا رب باذن الله. معانا تليفون مهم لازم يطلع له. اكيد معانا تليفون مهم من رئيس جهاز كرة اليد، معانا كابتن عمر شوقي. كابتن عمر شوقي مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد. صفقة مهمة في النادي الأهلي وفريق كرة اليد، يعني تعبت في الصفقة دي، بس كابتن اسكندر قال إن المفاوضات ما خدتش أسبوعين، خلينا إحنا نتكلم، المفاوضات خدت كتير ولا تعبك شوية ولا الأمور كانت سهلة جدا؟ والله يا كابتن إحنا كانت المفاوضات بدأت من حوالي شهر ونص. كويس. وكانت كلها مراسلات بين الوكيل وبيننا لغايه ما استقرينا على المبلغ معين. كويس. والنشاط الرياضي اداني الضوء الاخضر ان انا اطلع واخلص الصفقه. طلعنا طبعا الحمد لله بتوفيق من ربنا، وقدرنا في خلال ثلاث اربع ايام. كانت مشكله ان اسكندر له جماهيريه في النادي الافريقي. فكانت في مشكله ان رئيس النادي ما كانش عايز يبيع خوفا من جماهير الافريقي. لكن انا كنت قلت لحضرتك يا كابتن خالد ان انا كنت بقعد من الساعه 10 الصبح ل 10 بالليل عشان اقابل رئيس النادي. حصل. في بره جدران النادي الافريقي خوفا من الجماهير. والحمد لله ان احنا قدرنا ناخد موافقه الاستاذ عبد السلام اليونسي. وطبعا هو طبعا لما سمع بس اسم
كابتن محمود الخطيب وافق على طول لانتقاله للنادي الاهلي، وبعد طبعا تحياته وتحيات المجلس للنادي الافريقي والتآخر اللي بيننا وبين الاستاذ عبد السلام اليونسي، والحمد لله ان احنا قدرنا نوفق في هذه الصفقه، ونامل من الله ان يكون اضافه جديده لكره اليد الفتره اللي جايه ان شاء الله، هي صفقه لمده 4 سنين او 3 سنين ونص ان شاء الله، يبقى اضافه لينا وللنادي الاهلي يا رب. إضافة كبيرة بإذن الله، وإحنا كلنا معاكم أكيد بندعم فريق كرة اليد. لكن هو قبل ما نخش بقى في الجد، يعني الراجل يجي من المطار تاخده على فرح يا كابتن عمر، الراجل قال لي يعني بيقول لك كنت ريحني شوية، ولا إيه رأيك؟ كابتن عمر، كابتن عمر معانا؟ كابتن عمر صوته بيقطع يا جماعة، يا ريت تجيبوا لنا كابتن عمر تاني بعد اذنكم. معاك يا كابتن خالد. طب معايا كويس. بقول لك الراجل، بس قبل ما نتكلم بس عن الفريق والفريق اليد كره اليد في النادي الاهلي، الراجل جه من المطار توديه فرح يا كابتن عمر، قال لك هيريح شويه يعني عشان يخش في الاجواء المصريه على طول يا كابتن خالد، ويبقى واحد من المنظومه، فلازم برضه يخش ويعرف ان احنا يعني اسره، مفيش فرق بين تونس ومصر، اكيد كلنا واحد وكلنا اخوات. وطبعا معرفته بيوسف معرف فرق كتير جدا في اندماجه مع الفرقه، خاصه وان هو لسه اللغه التونسيه غالبه على ادائه وعلى كلامه. هيقلب عربي، هيقلب مصري قريب، ما تقلقش علي، انا عارف الشكل واضح، هيقلب مصري قريب على طول. كابتن عمر، خلينا بقى طمنا على فريق كره اليد. الدوري هيبدا وعندنا مراحل استعداديه، وكمان بعديها كاس مصر، بعديها كاس افريقيا، الخميس الجاي على طول الدوري، فطمنا بقى ايه الاخبار؟ اكيد لسه اللعيبه راجعه. اتفضل. الحمد لله كابتن، احنا بقى لنا يومين قدمت لعيبه المنتخب مع لعيبه الاثنين المحترفين مع بقيه اللعيبه اللي كانوا موجودين، اقمنا 5 مباريات وقفنا على بعض نقاط الضعف والقوه، والمدرب السويدي والجهاز المصري المعاون، يعني الحمد لله قدرنا نعمل اللي هي المزيج الفتره اللي فاتت دي. نامل من الله طبعا ان احنا يعني نطور ونترجم الكلام ده في المباريات القادمة إن شاء الله. هدفنا طبعا بطولة الكأس وكأس أفريقيا القادم بإذن الله، يعني هدف تارجت قوي جدا أكيد، ونأمل بس من الجماهير إنها يعني ربنا يكرم كده، وناخد قرار برجوع الجماهير بإذن الله، وإنها تصبر علينا شوية لقوام النادي الفريق النادي الأهلي، قوام جديد وفكر جديد، ولعيبه ان شاء الله تشرف النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. اكيد يا كابتن عمر، بس قرار عودة الجماهير بس على سمحت، ده في قرار اتحاد مصري لكره اليد وليس قرار النادي الاهلي بس، تاكيدا على كلامك. وان شاء الله نتمنى الاتحاد المصري لكره اليد يرجع جماهير مره اخرى الى ارض الملعب، لان هي الجماهير هي اساس الرياضه في مصر كلها باذن الله. بنشكرك يا كابتن عمر. كنت اتفضل اخر حاجه يا كابتن، اتفضل اتفضل اقولها لحضرتك. اتفضل. ان الخواجه امنيه حياته انه يحضر يعني يكاتشن على النادي الاهلي، والمدرجات مليانه، اللي نفسي اشوف الفانز الجماهير بتاعت النادي الاهلي، اسمع عن النادي الاهلي ونفسي اشوفها في ماتش. قلت له مش هتعرف اصلا تكلم لعيبتك من كتر يعني مش هيديلك فرصه انك انت صوتك يوصل. مفيش مشكله يا كابتن عمر، يعني اهم حاجه الجماهير يخش يا كابتن عمر، يعني الصوت ما يوصلش اكيد، يعني انت عارف طبعا، اكيد بنتمنى ده، اكيد طبعا يا كابتن ده. امنيه كل مصر يا كابتن عوده الجماهير يا كابتن. اكيد نتمنى ده من خلالك ومن خلال قناه الاهلي، بنقول للاتحادات المصريه يا ريت عوده الجماهير مره اخرى، شيء مهم جدا للرياضه المصريه. كابتن عمر شهاب بنشكرك شكرا جزيلا، بنتمنى لك التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. اكيد الجماهير في مصر هي الجماهير في تونس، لان لعبت في تونس ولعبت في مصر طبعا. الوضع الناس ما كانتش عايزه تخرجك من افريقيا، احكي لي ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل انه يعني مثل ما حكيت لك يعني من قبل، الافريقي فيه عنده مشاكل كده كتير يعني، خاصه رئيس النادي فلوس وكده،
كان ماسك الافريقي سليم الرياحي قبل يعني لو سمحت. تحيه استاذ سليم الرياحي، تحيه. هو الاستاذ سليم الرياحي يعني كان ماسك الافريقي، بس اشترى لعيبه كتير بفلوس كتير، وبعدين خرج وخلى النادي يعني في ازمه. ارقام عاليه قوي ساعتها. ارقام عاليه. كانت في فلوس ساعتها؟ وخلى النادي، كان في فلوس، كان يدفع فلوس من عنده طبعا. كويس. بس لما خرج خلى النادي يعني في وضعيه كارثيه. ولما اجى الرئيس الحالي نفسه يعني مش عارف يعني يخلص ديون ولا يخلص لعيبه، وكنا يعني حق يعني وضعيه يعني صعبه كثير خاصه للعيبه يعني. انا ان شاء الله يخرجوا من الوضعيه هذه يعني. اللعيبه هناك عندكم كلها عايز تخرج للدرجه دي؟ صح، هي يعني وضعيه صعبه جدا. في ناس يعني عندها عائلات وكده تصبر يعني 5 و6 شهور يعني كده من غير فلوس يعني. وضعيه كارثيه في النادي، ان شاء الله تتحل يعني عن قريب. شايف النهارده جمهور النادي الاهلي استقبلك ازاي؟ اكيد السوشيال ميديا اشتغلت عليك. أكيد. شايف السوشيال ميديا اشتغلت معاك ازاي والترحاب بيك في جمهور النادي الاهلي؟ والله كان يعني انا فرحان جدا يعني بالجمهور، كانوا كلهم يعني مستقبليني ويرسلين يعني ارسل لي يعني رسائل على التليفون ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك، كلها يعني كانت تتمنى لي يعني ان شاء الله كتير القاب مع النادي، وكلها تتمنى لي يعني مشوار حلو مع النادي، وان شاء الله مشوار حلو ونتوج فيه بعديد من الالقاب ان شاء الله باذن الله. اكيد الجمهور مستني منك الكثير ان شاء الله. ان شاء الله. لكن قول لي علاقتك بلعيبه النادي الاهلي، بعصام الطيار، بيوسف معرف، لا مش بالذات اللعيبه المصريه، علاقاتك بيهم ايه؟ مين قريب لكابتن اسكندر بن زايد؟ والله في النادي لسه يعني ما عنديش علاقات كتير، بس عصام الطيار يعني صاحبي، وفي جيمي لسه عارفه يعني الواد ده البيفوت يعني اللي معانا هو حلو وكده. احمد عادل ومحمد جمال. جيمي ومحمد جمال. محمد جمال صح. كان بينك وبينه عصام الطيار مناوشات وانتوا بتلعبوا قدام بعض قبل كده؟ لا لسه. لسه ما فيش؟ لا لسه ما فيش. بس خلي بالك دايما حارس المرمى بيختلف. اكيد هو أكيد. في يعني ديما العلاقه بين الساعات خاصه والحارس المرمى يعني تكون علاقه في مناوشات كده في الملعب، في نظرات يعني بس بين اللعيبه في الملعب. اكيد. بس يعني ما صارت ولا اي مره يعني مناوشات كده. ان شاء الله باذن الله يكون مجتمعين باذن الله. لكن خلينا نقول لكم تليفون مهم لكابتن عصام الطيار او المهندس عصام الطيار. مساء الخير يا كابتن عصام. الف مبروك يا كابتن خالد. باشمهندس ولا كابتن؟ اللي انت عايزه. اللي انت عايزه. لا يعني اللي حضرتك شايفه. يبقى باشمهندس محمد عصام الطيار. كابتن عصام، استقبلت وجود كابتن اسكندر بن زايد ازاي؟ بيتكلم عليك كلام كتير، شايف ان انتوا جيل مع بعض، لعبتوا اعتقد قبل كده، يعني شايفين الموضوع شكله ازاي بدخول كابتن اسكندر بن زايد لفريق النادي الاهلي؟ طبعا الاول ما كان في مناقشات بقى بين ترابط وكده في مصر تونس. تمام. عادي جدا لمصر وتونس اخوات يعني. لكن خلينا استقبال خبر وجود اسكندر بن زايد داخل فريق النادي الاهلي. لا طبعا احنا يعني كان استقبال خبر وجود اسكندر في النادي كان حاجه كويسه جدا. هو اضافه كبيره للفرقه بتاعتنا. عليه حمل كبير جدا ان هو يقدمه، خصوصا ان اسكندر كان عامل من بعد الشباب بقى، وبعد بعد بطولة الشباب كاس العالم بتاعت الشباب اللي هو كان فيها الهداف بتاع كاس عالم شباب، وبعد كاس عالم انديه، وبعد البطولات دي كلها اسكندر كان محقق يعني كان عامل اداء جامد جدا الفتره اللي فاتت دي. فطبعا كان خبر ان هو وجوده في النادي الاهلي يعني كان خبر حاجه بالنسبه لنا احنا مبشره يعني حاجه كويسه لينا، ان احنا هيبقى يعني ان في اضافه جديده جت لنا في النادي، اضافه قويه زي لعيب محترم زي اسكندر يعني. وكمان طبعا السن كان متقارب فالدنيا كانت كلها مظبوطه يعني معانا في نفس الوقت. طيب لو قلت لك على الهوا كده، لو عايز تقول لكابتن اسكندر كلمه مهمه ليه في بدايه مشواره مع النادي الاهلي، تقول له ايه؟ والله انا عايز اقول له ان النادي الاهلي كان كبير، انت عليك حمل كبير جدا. حمل ان انت تبقى في المنظومه بتاعت الكيان ده، في التاريخ بتاع الكيان الكبير ده. في نفس الوقت عليك حمل كبير جدا، الناس كلها حاطه عليك حمل ان انت تكسب الجمهور، وان انت تأدي ان شاء الله اداء رجولي معانا، وان ان شاء الله يبقى في بطولات يعني اتباه تاريخ ان هو في النادي الاهلي ده هو اكبر نادي في الشرق الاوسط تقريبا باذن الله. يا كابتن عصام حبيبي يا عصام الله يخليك يا رب ان شاء الله دايما تكون معانا، ودايما هندعمكم، وان شاء الله قريبا جدا نبارك لكم على وعوده البطولات مره اخرى لدولاب بطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي مش في مرحله تغيير الجلد، فالجمهور انت اكيد بنتكلم بصراحه يعني زعلان من فريق كره اليد.
صح يعني. المرحله عاملين يحملوك يحملوك الضغط بقى عندك اكتر من تونس كمان. عادي عادي والله عادي بس اكيد نادي يعني لما يكون نادي كبير هو ما بيعرف الا بالالقاب يعني ما بيعرف ولا لعيبه ولا اي شيء يعني بس الالقاب. ويعني مستنسين احنا كده بالضغط حتى في تونس يعني الافريقي لو ما تلعبش كويس ولا تخسر مباريات كاس ولا بطوله يعني كل الناس راح تروح عليك يعني راح تكلم متعود اكيد متعودين بالشيء ده. وان شاء الله في الاهلي ان شاء الله راح هي فرقه حلوه كويسه اللي شفته يعني اللي فرح بيه كونه اللعيبه كلها صغار يعني كلها جيل 96 97 98 في كتير لعيبه يعني كده في المصري في ممدوح هم يعني اللعيبه الكبار اصحاب الخبره يعني كده اللي يدوها للاعبين الاخرين. وان شاء الله ان شاء الله راح نبني يعني فريق حلو يعني وفي السنوات القادمه راح نفوز بكثير القاب ان شاء الله. جالك عقود كثيره لكن فضلت عقد النادي الاهلي. صح هو انا كان يعني عندي كده شويه مشكله مع نادي الوكره يعني على المفروض من اول موسم كنت رايح للوكره بعدين يعني الافريقي في تونس ما سابنيش يعني هو كان لازم رسميا ان الافريقي هو اللي يطلع استغناء بتاعك. صح مظبوط تمام بس طلع استغناء النادي الاهلي. صح هو المفروض ان الوكره يتقدم يعني للافريقي يتفاهموا يعني مع بعض ويصير يعني يعطيني الاستغناء بتاعي للوكره. بس هو يعني الوكره والافريقي ما تفهموش يعني المسؤولين مع بعض ما تفهموش. لما اجى الاهلي بس في اسبوعين تفهموا يعني كل شيء وكل التفاصيل وقدم الاستغناء بتاعته للاهلي وانا صرت لاعب للاهلي الحمد لله. الحمد لله روح الفانيلا الحمراء هي اهم حاجه عندنا داخل الكيان اهم شيء يعني شايفها ازاي؟ الجمهور خلي بالك مستني منك كلام كتير مستني منك حاجات كتير. روح الفانيلا الحمراء عندنا هي الاصرار والعزيمه وكل حاجه. اكيد اكيد احنا جايين هنا ان شاء الله عشان نقدم كل شيء عنا وان شاء الله نكون يعني في احسن المستويات ان شاء الله مع النادي الاهلي وان شاء الله نشرف الاهلي المصري ان شاء الله. وجود اللعيبه التوانسه كان عندك اريحيه ان تيجي النادي الاهلي؟ كابتن علي معلول في كره القدم وكابتن يوسف معرف في الهاندبول اكيد اعتقد وجودك داخل المنظومه مع اثنين لعيبه توانسه اعتقد الموضوع مختلف. طبعا كمان لما تسمع يعني اللعيبه التوانسه لما يجوا لمصر كلهم يعني مرتاحين يعني في مصر هنا ولا في اي لاعب يعني لقى مشاكل خاصه في الاهلي مثل بوجلبان ولا علي معلول ولا ولا يوسف كلها يعني لعيبه ارتاحت في الاهلي وان شاء الله نعمل نفس الشيء ان شاء الله ونقدم الاضافه زي ما قدموا اللعيبه دول للاهلي الاضافه وان شاء الله مثل ما قلت لك نفوز بالالقاب إن شاء باذن الله هتفوز بالالقاب. لكن تعامل الاعلام التونسي في موضوع اسكندر بن زايد ينتقل كان فيه شويه كلام كتير كان في شويه كلام بخصوص موضوع الوكره خاصه وبعدين يعني الجمهور الافريقي ما تعرف انه لو تسيب لاعب يعني مهم في الفريق راح كلها راح تتكلم على الموضوع ده وصار في كده كتير مواضيع كده. صح خرجت ازاي من تونس الناس بعد ما عرفوا ان انت خلاص وقعت نادي اهلي؟ بصراحه شديده قول لي الكواليس كانت شكلها ازاي معاك في تونس؟ والله مع الفلوس يعني ما لقينا ولا اي يعني اشكاليه مع الفلوس. لا مع الجمهور. مع الجمهور لما وقعت خلاص وعرفوا ان اسكندر بن زايد انتقل رسميا للنادي. كان في كتير شتم وفي كتير يعني رسائل كده ومو حلو يعني انا ما عجبنيش يعني كده بس دي الحياه دي الحياه يعني انت لو يوم في الافريقي يوم في الاهلي يوم الله اعلم يعني بكره فين دي الحياه يعني احنا لعيبه محترفه وروح كل يوم مكان يعني دي اللي ما عجبتنيش بس يعني ما عجبنيش الضغط الشتيمة كان كثير صح من الجماهير الافريقي كانوا زعلانين على النادي بس يعني زعلانين علي كتير عشان سبت النادي قلت لهم دي الحياه يعني احنا لاعبين محترفه. صح انت لاعب محترف فيش. صح طبعا ايوه شغلتك كره يد اكيد. طب خلاص يبقى هنعمل ايه ده نصيبك اكيد في الدنيا اكيد الحمد لله. طب لو دي شغله كره اليد قول لي الطموح عند كابتن اسكندر بن زايد في المرحله اللي جايه في كره اليد الطموح مع النادي الاهلي عارفينه لكن لسه في محطات احتراف تانية ممكن ننتقل لدوري اوروبي وي ان شاء الله لسه انا طبعا يعني اول شيء يعني ان شاء الله انا مركز على الثلاث سنوات ونص اللي راح نقضيها في الاهلي وبعدين يعني عاوز يعني اخرج يعني العب في اوروبا يعني طموح اي لاعب مصري ولا تونسي ولا عربي ولا انه يلعب في اوروبا طبعا يروح لنادي كبير ما مش عارف يعني في نادي يعني برشلونه ولا باريس سان جيرمان ولا فريق يعني حلو كده وان شاء الله اللي كاتبه لنا ربي ان شاء الله يصير. يا رب باذن الله يصير. لازم اخذ منك تعليق على مجموعه منتخب تونس في التصفيات الاولمبيه المؤهله لطوكيو. شايف التصفيات الاولمبيه دي
شكلها ازاي، المجموعه شايفينها ازاي في تونس بعد خساره اللقب الافريقي؟ اكيد بعد خساره اللقب يعني كانت يعني اعتقد انه نسبه الفوز على مصر ونروح طوكيو يعني كانت اسهل من المجموعه دي. مجموعه تموت بصراحه. بصراحه يعني مجموعه صعبه مع المنتخب الفرنسي ولا المنتخب البرتغالي اللي الناس فاكراه انه يعني منتخب سهل. المنتخب البرتغالي صار منتخب قوي ويفوز على اكبر الفرق في بطلع أوروبا. منتخب فرنسا بالدور الاولاني صح، وكان فاز عليه وكان فاز عليه برضه في التصفيات يعني قبل ما يروحوا لنهائيات اليورو. بس احنا لازم نأمن بحضورنا للآخر ونلعب يعني الهاندبول، وان شاء الله لو ربي كتب لك حاجة يعني تصير ان شاء الله يا رب بإذن الله. عايزين ناخد منك كلمات أخيرة، خدنا مين اللي أثر في حياتك كمدرب كويس، تقول له أسرتك إيه النهاردة وانت داخل مصر من قناة الأهلي، تقول لهم إيه على الهواء كده؟ والله بالنسبة لأسرتي أقول لهم يعني أنا مرتاح هنا الأجواء يعني في مصر عجبتني عشان هي نفس الأجواء في تونس يعني تقريبا، وأنا مرتاح جدا وأشكرهم يعني من هنا من مصر، وأشكرهم يعني كتير على وقفتهم معايا وكده وكلامهم. يعني أسرتك ديما هي سندك الأول في الحياة، والحمد لله على نعمة العائلة الحمد لله. مين أول لعيب تونسي بارك لك على انتقالك للنادي الأهلي؟ يوسف معرف زميلي في الفريق. زميلك في الفريق هو ده هو صح. ولعيب في الأفريقي؟ لعبت الافريقي اكيد تربطني بهم علاقه حلوه كتير، بالنسبه عديت معاهم سنتين ونص هنا في تونس وتربطني معاهم يعني علاقه حلوه، وكلها كانت يعني متهنيتني، بس كلها كانت كلمتني على الفلوس امتى تيجي الفلوس يعني عشان ياخدوا كله عايز ياخد كله عايز يخرج. تقول لهم ايه كده يا كابتن اسكندر النهارده؟ تقول لعيبه الافريقي ايه النهارده في المرحله اللي جايه ليهم؟ تقول لهم ايه؟ والله نقول لهم يعني ربنا معاكم وان شاء الله تتفرج يعني حكايه الفلوس كده، ويعني ان شاء الله تتزبط الامور عندهم في تونس، وان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله سنه ياخذوا تيتر ان شاء الله في تونس يا رب باذن الله، يفوزوا باللقب يعني يا رب يفوزوا باللقب، واحنا كمان هنا نفوز بالالقاب باذن الله على ايدك. كابتن اسكندر نورتنا وشرفتنا، نتمنى لك التوفيق في المرحله الجايه مع النادي الاهلي. شكرا 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 يا كابتن. اكيد النهارده عرفنا كابتن اسكندر بن زايد، اكيد عرفناه للجماهير، اكيد الجماهير عارفاه ما كانتش محتاجه، لكن اكيد الكلام مع قدام الكاميرات بيختلف. ان شاء الله باذن الله دايما في اللقاءات بنتمنى له التوفيق، وان شاء الله مسيره حافله مع كره اليد، بنتمنى لفريق كره اليد التوفيق في المرحله اللي جايه لاسعاد جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله كده خلصت حلقتنا، لكن استنونا يوم الاربعاء في حلقه جديده من العاب السنه.